حكم كان 10 سنوات وفي السنة فني. اولا انا محاميه، جيت كنوب عليه من منذ سنين، لان يعني ملي كنت انا كنمارس المحاماه في مكناس، وانا كان نوب على الدكتور عزيز الحلو لانه موكل مخلص الى غير ذلك، يعني كيتعامل واحد المعامله، هذا شهاده غنشهد فيها قمه في الاخلاق والاحترام. وبالتالي انا فوجئت بان هذا السيد من بعد ما مر واحد المحنه، واحد المحنه في الحياه ديالو، تيتعرض للغدر والخيانه الاخلاقيه، ماشي الخيانه الجنسيه، الخيانه الاخلاقيه من طرف شريكه الحياه ديالو او اللي هي كانت زوجه سابقه ليلو. المفروض انهم بيناتهم اطفال. مؤسف جدا اننا نلقاو اليوم انهم خصوم. هو معذور لانه تيقول لك هذاك رزقي ورزق وليداتي، من حقي انني ندافع عليه. ما يمكنش هي تجي تقوم بامور غير قانونيه غير اخلاقيه وتخالف القانون ودير جناح وجرائم مختلفه باش تاخذ ديك الاموال، الوغ كي ما عندهاش الحق فيها. بالتالي هو عرض النزاع ديالو على سيد قاضي التحقيق، تقدمنا بشكايه مباشره لسيد قاضي التحقيق. مجريات التحقيق لا حق لي في التصريح بها، لانه كتعرفوا بان التحقيق سري وانا ما يمكنليش نصرح لكم بالمستجدات، ولو ان كاين مستجدات ومستجدات مهمه، ولكن سياتي الوقت للحديث عنها بعد ما تولي ان شاء الله الجلسه علنيه. ولكن الان راه التحقيق تياخذ المجرى ديالو. حنا عندنا ثقه في القضاء، عندنا ثقه في الشباب ديالنا اللي كيمثلوا السلطه القضائيه اليوم. لا اليوم راه كاين واحد الطريق، دونك تاخر الملف ل 29/12. ان شاء الله 29/12 غادي نشوفوا شنو غادي يتاخذ السيد قاضي التحقيق في القرار ديالو. قلت لك تفاصيل ما غاديش نقدر نقولها لك، ولو واخا تكون عندي رغبه اني نقولها ما غاديش نقولها لك، ولكن الرساله اللي نقدر نمررها من خلالكم كاعلام هو ان الازمه القيم اللي كيعيشها المجتمع جزء منها مرتبط بالعلاقه من بين الازواج اللي ما كيراعيوش بان هناك اطفال. يعني دائما الازواج ملي كيمر واحد من المحنه، من المفروض الطرف الاخر تيكون هو رقم واحد في المسانده ليلو، ما تيكونش العدو رقم واحد. دونك هذه هي المساله التي تحز في النفس، سواء كان هذا السيد الطبيب اللي كنتحدث عليه، سواء كان زعما هو الطرف متضرر الان، سواء كان راجل ولا امراه. انا كنقول سواء كان راجل ولا امراه، المفروض الا امراه مرات من المحنه زوج ديالها تخصو يساندها، والراجل الا مر من المحنه الزوجه ديالو كتساندو، ولا سيما اذا كان هناك اطفال. اليوم كنلقاو بان الاطفال ولاو رقم غير منتج في واحد المعادله اللي فيها خصوم. من المفروض كانوا في الامس القريب كانوا ازواج، كانت بيناتهم محبه، كانت بيناتهم علاقه، بيناتهم وليدات. دونك اليوم ما كاينش الحساب للوليدات، هي دخلوا للحبس وهو تيشكي بها. مؤسف، ولكن من حقه ان يلجا للقضاء، ومن حقه ان يصل الى الحقيقه. وحنا نناشد السلطه القضائيه من اجل التطبيق العادل للقانون اللي نص عليه الفصل 110 من الدستور. نسعى بطبيعه الحال الى ان نساعد القضاء في الوصول الى هذه العداله، هذا هو الدور ديالنا. وغادي نكون جد سعيده الى هذا السيد على الاقل حافظ على المكتسبات الماليه اللي خدم فيها سنين من اجل صون حقوق الابناء ديالو. في نهايه المطاف داكشي رزقات ديال ولده، الرزق ديال ولده، دونك ولادو بليتو، ثلاثه الوليدات اللي عنده معاها. دونك هذا الشيء علاش جيت من مدينه الدار البيضاء اليوم، واصريت على اني نكمل معاه المسطره من بعد ما كنت بديتها في سنوات سابقه، ولكن تعطل هذا الشيء بزاف. استاذ انا عرفنا بلي بغيتي تدخلي في التفاصيل ديال التحقيق، ولكن غير على المستوى القانوني، واش كتشوفي مثلا طبيعي مثلا النفقه تكون محدده في واحد قيمه ماليه وتحكم بالاضعاف ديالها؟ لا هذا ماشي ملف التحقيق، لا هذا ماشي ملف التحقيق، ملف التحقيق بوحده هذا كيتحدث عن النفقه. هي طالبت بالنفقه، واش نقول لك دابا السيد كانت عنده واحد المحنه، غيخرج من المحنه غيتفاجئ بان هي كتقدم بشكايه باهمال الاسره، وغتدخلوا للحبس، وغيخرج من الحبس وغتلقى بانها كتنفذ عليه في مبالغ اللي خدات اكثر منها. انا هاد التفاصيل ديال كيفاش خدات اكثر منها هو اللي تيقولها، حيت هاد الملف انا ما كنوبش فيه، انا كنوب في ملف اخر ديال التحقيق اللي قلت لك. ولكن على العموم خدات قل ولا خدات اكثر، انا اتساءل كامراه واش اي راجل غيتعرض لواحد المحنه خاصو يرجع صفر على الشمال، ما يبقى يسوى والو في هاد البلاد، مع انه كانوا عنده اموال اللي غتعيشها وتعيش ولادها في 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 واحد المستوى زعما عالي، خصوصا في هذه المدينه هذه. دونك ما فهمتش انايا علاش اختارت هذا الاتجاه. مؤسف، يمكن عندها اسبابها، ما يمكنش نتحدث انا، ما عارفه شنو هي اسبابها، ولكن مهما كانت هذه الاسباب، حنا عندنا واحد الشريعه اسلاميه اللي في تحت شروطها وتحت قواعدها نتزوج، وبالتالي الزواج راه واحد الميثاق عند الله عزيز. وبالتالي شنقول لك؟
هي دارت مسطره ديال الطلاق وطلقاته، ولكن باش توصل معاه لهاد الامور هذا هو اللي مؤسف. نقطه اخرى الشق القانوني بطبيعه الحال باش الناس هما اللي متبعينا يستافدوا، واش اللي كنسمعوا شيك مزور مثلا ديال 40000 ريال 2000 درهم ولا 3000 درهم ولا 5000 درهم وكيتم الاعتقال، فهاد الحاله كنسمعوا ماشي انت اللي قلتي بطبيعه الحال المحامي الاستاذ؟ لا هو الشيكات، شوف هو الشيكات لا بصفه عامه شيك بدون مؤونه في الاعتقال الا ما كانش تنازل ما كانش اداء شيك على سبيل الضمان، قبول شيك على سبيل الضمان فيه ماده 316 مدونة التجارة فيه السجن. شيك تم التعرض عليه بشكل غير صحيح حتى هو وشيك مزور راه ما كاينش مخطر منه، دونك الا كان زوير كاينه ادله ثابته ديال التزوير يجب ان يكون الاعتقال، لا سيما انه معروفه. ولكن انا ما عرفتش او ما يمكنليش نقول لك شنو كاين في قلب هذا الملف بالضبط، لانه انا ملزمه بسريه ديالو. دونك انا عطيتك معلومات قانونيه، هذا الملف عندنا فيه معطيات غادي يجي الوقت اللي غنتحدثوا عليها، ولكن عندي كذلك ثقه في القضاء وثقه في جهاز النيابه العامه بهذه المحكمه انه غيقوم بالدور ديالو المشهود له به على المستوى الوطني، لانه النيابه العامه هي التي تمثل الحق العام وتطبق القانون وتسعى الى تطبيقه تطبيقا عادلا وجيدا، وكنظن بان الامور غادي تاخذ المجرى ديالها الصحيح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.